قل لها يبلغك عمر السلام ولا تقل لها أمير المؤمنين، قل عمر فإني مودع الدنيا ولست أميرا للمؤمنين. قل لها بأن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، بقي في غرفة عائشة مكان قبر واحد فقط، كانت عائشة تريده لها. قال قل لها ما تمنى عمر شيئا إلا أنه يدفن مع صاحبيه، لأنه ورد أن النبي وقف عليه الصلاة والسلام في المسجد فأمسك بيد أبي بكر وأمسك بيد عمر، قال والله الذي لا إله غيره هكذا نبعث يوم القيامة. ثم قال عبد الله بن عمر يا عائشة إن أبي يحتضر وإنه يستأذنك أن يدفن في غرفتك مع صاحبيه، أو تأذنين له؟ فبكت رضي الله عنها، قالت والله إنني جعلت هذا القبر لي فما كنت أظن أنني سأجعله لغيري.